تحب تعايد بالعيد؟ عايد مرتي. كل عام بخير. انت بخير. شو امنياتكم للعيد؟ الله يفرجها علينا ويشافيها ويعافيها مرضانا. كل عام وانتم بخير لزوجي واولادي واخواتي. والله اول شيء لوطننا هي اول شيء، ولاهلي ولاهلي بالغربه صرنا يعني مع الاسف اغلبنا صار عنا كثير ناس برا البلد، نتمنى يضلوا بخير ويرجعوا لهالبلد وتضل البلد بخير. والله امنياتنا انه نعيش بامن وسلام ويرفع رب العالمين عنا كورونا. امنياتنا بالعيد يكونوا كل الناس بخير ويكون كل الناس تحقق مين ويخف هالغلا عن هالناس وتتيسر امورهم وكل واحد يتمنى شو بده يعني ان شاء الله.